تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء في تونس يمكن تحليله في ثلاث مسارات أساسية: المسار الزمني والمسار القانوني الدستوري والمسار السياسي. في علاقة بالمسار الزمني، يعني يجب تعديل القانون الانتخابي في الفترة الحالية، لأنه يعني الانتخابات البلدية ستكون سنة 2023، ومستحيل أن نغير قواعد اللعبة الانتخابية قبل السنة من انتخابات البلدية. يعني يجب تغيير القانون الانتخابي حاليا، لأنه إذا تجاوزنا سنة 2021 فلا يمكن تغيير هذا النظام الذي أفرز شتاتا برلمانيا وأفرز مشهدا سياسيا شديد التشتت وقسم السلطة في تونس إلى الدرجة غير معقولة. هذا في علاقة بالمعطى الزمني. في علاقة بالمعطى القانوني الدستوري، تقديري الخاص أنه أغلب الأزمات السياسية التي تعيشها تونس سببها القواعد الانتخابية الموضوعة، وخاصة نظام الاقتراع وشكل الاقتراع في تونس. 21 العدد 20 لسنة 2021 اليوم، وراء كل عدد النظر في اليوم هي مهم، يتولى الملاحظون والضيوف والصحفيون عمد على تعديل هو الفصل عدد 3 اللي فيه جملة الحساب المالي. يلزم نعدلوا القانون الانتخابي، اللي هو بالنسبة لنا احنا على الأقل في قلب تونس فيه إشكاليات عدة، منها اللي احنا متمسكين بتعديلها هي السياحة الحزبية والسياحة البرلمانية، اللي بعض النواب يصعدوا للبرلمان على قائمات حزبية ثم نلقاهم يستقيلوا من الكتل متاعهم ويمشيوا، وتعرفوا انتم الحكاية متاع البيع والشراء وغيره، وهذا الكل معناتها من شانه كونه يضر العملية الديمقراطية وحتى مصداقية مجلس النواب وغيره. فهذا أول المقترحات. المقترحات الثانية هي في الإطار القانوني للانتخابات اللي تتدخل فيه عديد الوضعيات، واللي اليوم مش معقول كونه معناتها وكأنه وقت اللي نجي ونعملوا انتخابات الانتخابات تحكم فيها أكثر من مؤسسة، يعني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم مؤسسات أخرى تتداخل وتعطي رأيها حتى في نتائج الانتخابات، وهذا يلزم يقف. بادرت اللجنة بالتعاون أساسا مع المجتمع المدني وبالخصوص مع الهيئات الدستورية الأربع المتدخلة في الشأن الانتخابي، اللي هي محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وهيئة اتصال السمع البصري وهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم مبادرة تشريعية. والآن قد استمعنا لجل الأطراف واستمعنا إلى آرائها، واليوم ستبدأ اللجنة في التصويت فصلا فصلا على هذه المبادرة، على أمل أن تعرض الجلسة العامة في أقرب وقت وفي كل الحالات قبل السنة النيابية هذه.